هي الباي نتورك وهل هي امنه؟ يعني هي فعلا مش بتتجسس عليك؟ معلش معلش يعني ثانيه واحده، والسؤال الاهم من كل دول، هل فعلا بتاثر على بطاريه موبايلك وبتدمره تماما؟ كل ده هنعرفه اكتر. واهلا وسهلا بيكم في سلسله في السريع. طلاب في جامعة ستانفورد في امريكا قرروا ان المشروع الدكتوراه بتاعهم هيكون عن نوع جديد من الكريبتو كارنسي او العملات الافتراضية. لو هنعد العملات الافتراضية الموجودة في العالم دلوقتي، اشهرهم البيتكوين، بعديها مثلا الاثيريوم، بعديها بيتكوين كاش، بعد دول بقى انت بتتكلم تقريبا عن اكتر من 100 عملة مختلفة، عملات بقى في جوه الويب سايتس، عملات معينة بتاخد بيها كريدتس في ابلكيشن، وانواع كتيرة جدا. وكل يوم والتاني عامة بيطلع لنا كريبتو كارنسي كده وكل الناس تروح لها هوجة كده، دي كده تختفي بعديها باسبوعين تلاتة. بس الغريب هنا ان باي نتورك كملت، ويوم عن التاني عدد مستخدمينها عمالين يزيدوا. قبل ندخل في تفاصيل وارد على كل الاسئله اللي في اول فيديو، خلينا نعرف بس في ثانيه كده ايه هي الكريبتو كارنسي. هنفترض انك شخص عايز تبعت ال100 جنيه دي لشخص تاني، عندك تقريبا 5 حلول. الحل الاولاني عندك انك تكلمه وتقول له هنتقابل في مكان معين، وتنزل كده تدي له 100 جنيه تقول له اتفضل. ده كده الحل الاول. الظرف ده ليه 3 قوانين. القانون الاول ان انا ماليش ليميت، يعني ممكن اشيل في ايدي كده 100 جنيه 1000 جنيه مليون جنيه في شنطه واديهم له، ومحدش هيقول لي لا لا عشان تاخرك تدي له 100 جنيه في المره، مفيش. القانون الثاني اللي بيتطبق في الحل ده ان هو معروف الايدنتيتي بتاعتي، يعني انا يوسف اللي قابلت فلان واديته الفلوس، فانا معروف ان انا اللي بعت الفلوس. والقانون الثالث ان هو مفيش قواعد معينه لنقل الفلوس، وهندخل في موضوع اكتر كمان لحظه. الحل الثاني كلنا عارفينه، السمارت والتس، بتفتح فودافون كاش كده على موبايلك او اورنج مانيا او اتصالات كاش او ايا كان اللي انت بتستخدمه، وتبعت 100 جنيه للرقم التليفون بتاع الشخص الثاني، والشخص الثاني بيستقبل فلوس دي ناقصه 1%. حل سريع وسهل، وهو لو عايز يستلم فلوس بيروح لاي فرع من الشركه اللي انت حولت له عليها وبيقول لهم اهو الكوب بتاعي وده رقم تليفوني، هات ال100 جنيه بتاعتي، فيدوا له 99 جنيه. الليمت بتاع الحل ده هو 3000 جنيه يوميا. مصاريف الحل ده هي 1% عموله على المبلغ اللي انت بتحوله، والايدنتيتي بتاعتك معروفه، يوسف اللي رقم تليفونه كذا بعت لفلان اللي رقم تليفونه كذا. الحل الثالث، وده حل عاده بيكون مش عملي قوي بسبب ان هو بيكون غالي سنه، وهو بيكون باي بال وويسترن يونيون والاستخدامات الاونلاين اللي انت ممكن تحول فلوس اونلاين. الحاجات دي ما زالت ليها ليميت، ومصاريف التحويل بتاعتها بتكون من 3-4% من المبلغ. فودافون كاش مثلا كان 1%، الظرف مفيش، صفر، انت بتدي له ظرف بياخد الظرف. الحل الرابع وده الحل الاكثر امانا، هو تحويل بنكي. ولكن تحويل بنكي ده اولا عموله كتيره جدا، بتبقى 30 دولار زائد نسبه من المبلغ اللي انت بتحوله على حسب البنك بتاعك بيحددها. القاعده الثانيه هو على حسب البنك المركزي بتاع بلدك بيحدد بعض القوانين، ان البنك بتاعك ده ما ينفعش يبعت لبنك مثلا في دوله الفلانيه، او البنك بتاعك ده ما بيتعاملش مع البنوك من فئه حاجات فلانيه. عاده بيكون في بعض العوائق لتحويل الفلوس واستخدامها. وطبعا القاعده الاهم في اي بنك ان هو بيحط لك ليميتس على كل حاجه لحد ما تقعد تقدم في اوراق انك كبرت ماديا، فيروح مدي لك ليميت اكبر، فتقول له لا انا كبرت اكتر فعايز فلوس اكتر، عايز احول فلوس اكتر، فيديك ورق اكتر. يعني الموضوع مش بيتم كده مره واحده، الموضوع بيتم على ستيجز وبياخد وقت طويل. وطبعا القاعده الاهم في البنك ان هو معروف انت مين وساكن فين وعنوانك فين وعندك شركات ايه وفلوسك قد ايه وبتعمل ايه في حياتك، كل المعلومات دي متسجله عند البنك عشان يرضى يعمل لك اي عمليه بنكيه. وهنا بقى تيجي الكريبتو كرنسي، العملات الافتراضيه، عملات ما بتقولش انت مين، الايدنتي بتاعتك مخفيه، مفيش ليميت على التحويلات من اول جنيه لحد مليار دولار فوري في 3 دقايق بيكونوا في الحته الثانيه، مفيش قواعد محطوطه انك ما ينفعش تحول للبلد الفلانيه او الحد الفلاني، كل حاجه مفتوحه. والاهم بالنسبه لبعض الناس كتير، هي ثمن التحويله بيكون اقل من 0.1% في بعض العملات في بعض الاوقات، وده رقم اقل من 1% بتاع فودافون كاش، اقل من 3-4% بتاع باي بال، وطبعا اقل من ال 30 دولار زائد النسبه اللي بياخدها البنك. فده يعتبر الحل الامثل لتحويل اموال. ولكن من ساعه ظهور الكريبتو كرنسي والبيتكوين بالاخص، الحكومات كانت خايفه منها جدا، وخوفهم ده بصراحه كان في محله، عشان كان بيتم استخدام البيتكوين في دفع حاجات الليجل. الناس كانت بتدخل تشتري مخدرات اونلاين بالبيتكوين في بعض البلاد، والحكومه مش هتكون عارفه توصل ولا للي بيشتري ولا للي بيبيع، فالموضوع ده فعلا خطر. المهم يعني مش هندخل في التفاصيل دي، التفاصيل دي هنسيبها لفيديو تاني عن تجربتي مع البيتكوين وازاي خسرت اكتر من 10000 جنيه مصري، يعني تقريبا حوالي 700 دولار في البيتكوين. فيديو ده ينزل قريب جدا على القناه. لازم تكون مشترك في القناه عشان تشوف الفيديو ده، وكمان انا سافرت اوروبا مخصوص عشان اعرف ارجع الفلوس دي.
تفاصيل كتير في الفيديو ان شاء الله هينزل قريب. سيبك بقى من كل اللي احنا قلنا ده وخلينا نرجع تاني للباي نتورك، وازاي تربح فلوس مع البتاعة دي، وازاي كل الحاجات دي بتشتغل، وازاي اصلا يعني الشركه بتتبرع من جيبها عشان تديني. باختصار ال 0.1% تمن التحويله اللي انت لما تحول فلوس لحد بتدفعها للباي نتورك، هم مش شويه الطلاب اللي عاملين دكتوراه وعاملين الباي نتورك من ستانفورد هياخدوها ليهم، لا، ال 0.1% دول هياخدها الناس اللي بتعمل مايننج، الناس اللي بتحل عمليات حسابيه جوه الابلكيشن، هيجي لها تمن التحويله اللي انت بتدفعها وانت بتحول فلوسك من حته لحته. موضوع المايننج ده مش جديد، الموضوع ده شفناه قبل كده كتير، والجي بي يو بتاعت نيفيديا بتشتغل وتعمل مايننج والناس بقت تشتري ومش عارف ايه، ولكن كل الموضوع ده نام جدا لما عدد الناس اللي بتعمل مايننج في العالم زادوا بطريقه فظيعه خصوصا للبيتكوين. بقى المايننج صعب قوي، بقى عشان تجيب دولار عن طريق ان انت تشغل الكمبيوتر بتاعك يحل مسائل حسابيه، بدل ما هو كان بيشتغل مثلا نص ساعه عشان يجيب دولار، بقى يشتغل مثلا 18 و20 يوم عشان يجيب دولار واحد. فموضوع المايننج ده ما بقاش جايب همه. وهنا بقى تيجي نقطه تفوق الباي نتورك، لانها مش معتمده اعتماد كلي على امكانيات موبايلك. النهارده نزلت باي نتورك الايفون 11 برو ماكس، واحد من اقوى المعالجات الموجوده في السوق، A13 بايونيك، معالج جرافيكس جي بي يو قوي جدا وامكانيات قويه جدا، ويقدر يعمل مايننج على واحد بيستخدم امكانيات موبايل اكتر من اي موبايل تاني موجود في السوق. وفي نفس الوقت نزلت باي نتورك على رينو 3 برو، موبايل اوبو جديد، موبايل قوي فيه امكانيات قويه، ولكن طبعا الامكانيات دي كبروسيسور وكمعالج اقل من 11 برو ماكس كجرافيكس وكاي حاجه. والموبايلين دول بيعملوا مايننج او بيطلعوا لي 2.5 باي في الساعه الواحده. فلو احنا كنا هنقول حسابيا ان ده اقوى، فده المفروض يطلع 4-5 في الساعه بالمقارنه بده، ولكن هما الاثنين بيطلعوا 2.5. فالموضوع هنا مش مرتبط بقوه الموبايل، هو معمول له ليميت قوي جدا اللي هو ما يستهلكش امكانيات، ولكن بس يقول لك انك معانا في النتورك، انك بتستخدم النتورك. كل ما النتورك كبرت كل ما التحويلات هتتم اكتر، كل ما في فلوس هتيجي للماينرز، كل ما السيستم هيكبر، كل اللي معاه باي دلوقتي هيبقى التمنها كبير قدام، لان العمله نفسها قيمتها هتكبر. بص يا جماعه، عامه من الناس اللي ايه، اللي انا بحب اجرب اي حاجه، اي حاجه دي نزلت نجربها، ليه لا؟ ممكن في يوم من الايام تضرب وتبقى تمنها كبيره، ممكن ما تبقاش ليها استن لازمه، مش تخسر حاجه انك تنزل ابلكيشن 24 ساعه وقشطه، يعني الموضوع ما فيهوش حاجه. ولو عايز تنزل ابلكيشن هتلاقي لينك الابلكيشن دي في وصف الفيديو. هي برده حاجه اساسيه عشان تقدر تدخل في الابلكيشن، لازم بتدخل انفايت كود، ما ينفعش تدخل كده وخلاص. والانفايت كود اللي انت ممكن تدخله هو هيكون يوسف لويندي عشان تجرب الابلكيشن. بس حابب اقول كده بس ان الكلام اللي اتقال ده مش اعلان، انا بس حابب ان انا اجرب التكنولوجيات الجديده واشاركها معاك. وقبل ما تنزل الابلكيشن لازم تسمع الكلمه دي كويس قوي، وهي ان الباي نتورك بتجمع داتا كتيره قوي عن الاشخاص. ودي بصراحه حاجه غريبه شويه، لان معظم ابلكيشنز الكريبتو كرنسي ما بتجمعش المعلومات دي، بتجمع معلومات مثلا زي مكانك على الجي بي اس حتى لو انت قافله، بتجمع الاي بي بتاعك وبتعرف اللوكيشن بتاعك عن طريق الواي فاي اللي انت متصل بيه، بتجمع معلومات عن انواع الاعلانات اللي بتظهر لك وهل انت بتدوس على الاعلانات دي ولا لا. الكلام ده بيحصل في اندرويد اكتر من اي او اس، عشان اي او اس بيليمت الحاجات دي. طبعا نوع موبايلك اللي انت بتستخدمه، والواي فاي اللي انت متصل ليه سرعته كام، ورقم تليفونك كام، مين في الكونتاكتس بتوعك، والريسنت كولز كلمت مين اخر مره. عامه لو عايز تكمل قرايه الحاجات دي ممكن اسيب لك بوست حلو جدا كتبه محمد الخياط، واحد انا بعشقه جدا وبعشق كتاباته، هتلاقيه في وصف الفيديو. والحاجات دي يا جماعه مش مجرد بيرميشنز انت ممكن تقفلها من السيتنجز او كده، الحاجات دي في سياسه استخدام الابلكيشن اللي انت بتدوس عليها اكسبت كده من غير ما تكمل قرايه للاخر. هي دي. فده لو هنقارنه بقيه الابلكيشنز الوالتس والكريبتو كرنسي، واضح ان هنا بنجمع معلومات اكتر كتير قوي عن البني ادم. فحته الايدنتيتي دي اللي هي تكون مخفيه ما بقتش موجوده قوي، هي مخفيه في التحويلات، ولكن الابلكيشن عارفه عنك حاجات، ودي حاجه ما تطمنش. احنا طبعا مش مفهومه المعلومات دي هيعملوا بيها ايه دلوقتي حالا، ولكن مفهومه ان المعلومات دي ليها ثمن بعدين. يعني عارف باختصار ليه انت لما تفتح مثلا facebook.com يجي لك اعلان انت لسه عامل سيرش عليه في جوجل؟ عشان هما دول بيشاركوا الداتا مع بعض، بيبيعوا داتا لبعض. فيسبوك بيشتري الداتا بتاعت السيرش ريزلتس بتاعتك على جوجل عشان يظهر لك اعلانات شبهها في فيسبوك، عشان لما انت تدوس عليها في فيسبوك المعلن بيدفع فلوس اكتر لفيسبوك. فالموضوع كله مبني على الداتا، والداتا بتاعتك دي انت مش فاهم تمنها، بس هي ليها تمن. وكميه الداتا اللي بتجمعها الابلكيشن دي غريبه شويه. انا من وجهه نظري شايف باي نتورك دي عمله افتراضيه زي بقيه العملات الافتراضيه اللي موجوده في السوق. ليها ميزات اضافيه ان هي سهل قوي انها تنزل، الناس عارفاها، بنت اودينس كبير قوي فتره قصيره، فدي كلها عوامل تخليها ممكن تنجح. فده معناه انك لو عملت كذا كوين دلوقتي ممكن قيمتهم تزيد بعدين، ولكن برضو ما تستهونش قوي بالداتا بتاعتك. انا رايي لو عايز تجرب جرب يوم يومين ثلاثه، يعني اسبوع مثلا، حوش لك شويه واقفل والغي الابلكيشن خالص من موبايلك. ولو انت في يوم من الايام البتاعه دي ضربت، انت كده كده معاك شويه الكوينز اللي انت جمعتهم في البدايه، لكن ما تخليش الابلكيشن باستمرار تعرف انت فين وبتعمل، لان كل ما فضلت تستخدمها اكتر كل ما الداتا اللي هتتجمع عندك اكتر، ودي حاجه مش حلوه. ده كان اول فيديو من سلسله في السريع، اتمنى الفيديو ده يكون عاجبكم، وقولوا لي في الكومنتس تحت تحبوا نتكلم اكتر عن ايه في السريع. شكرا، شفتوا الفيديو، اشوفكم في الفيديو الجاي.